يا مساء الخير عليكم جمهورنا الجميل اللي منور لنا الاستوديو. شكرا جزيلا، مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، واهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من النسخه العربيه لبرنامج المسابقات العالمي ويل اوف فورتشن دايره الحياه. مساء الخير عليك يا هند، اخبارك ايه؟ تمام. ايه الحلاوه والجمال ده؟ شكلك جاهزه. جاهزه. يلا بينا يا هبه على طول. إذن مشاهدينا، دايرة الحياة عبارة عن مجموعة من الجولات، كل جولة بيكون ليها رصيدها المستقل. في بداية كل جولة بيظهر لنا السؤال على الشاشة، ومطلوب من الثلاث متسابقين اللي إن شاء الله هنتعرف عليهم خلال لحظات معرفة الحروف الصحيحة للإجابة على هذا السؤال. ودلوقتي جه معاد سؤال السرعة الأول اللي قيمته 1000 جنيه، وهنا الحروف هتظهر على الشاشة عشوائيا، والمتسابق اللي هيكون أسرع في إنه يدوس على الزرار ويجاوب عن بقية المتسابقين هو اللي هيكسب معانا ال 1000 جنيه الأولى في رصيده. وسؤال السرعة الأول فيه ماذا تفعل؟ تامر؟ أشحن التليفون. إجابة غلط. مشاهد التلفزيون. مصطفى؟ مشاهد التلفزيون. إجابة صحيحة، مشاهد التلفزيون. و1000 جنيه بتروح لرصيدك مباشره يا مصطفى. معانا مصطفى بشير، مساء الخير عليك. اهلا بيك. ازاي صحتك؟ كله تمام؟ مصطفى انت مامور جمرك. تمام. ده بتشتغل فين؟ في انهي؟ في الاسواق الحره. تمام. متجوز؟ مش متجوز. متجوز وعند عبد الرحمن وعليا توأم. ما شاء الله. عندهم قد ايه؟ عندهم 9 شهور. ما شاء الله، سن جميل جدا جدا. هيشوفوا بقى تلعب معاهم طبعا. اه طبعا، ده علمك ممكن يتعرفوا عليك. يعرفوني. اه هتتفاجئ انت بالمعلومه دي. اهلا بيك ومنور لنا الدنيا يا مصطفى. ومعانا كمان اميره محمد، مساء الخير يا اميره. مساء. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله موظفه في بنك. صحيان بدري وانضباط جدا. والصفر عندكم بيفرق لو في صفر على اليمين غلط؟ مش في الاكاونتنج، انا في الاتش ار. اوكي، انت بعيده بقى على الاقل عن الجزئيه دي. تمام. فيها شويه خطوره يعني. بالظبط. اهلا بيكي منور لنا الدنيا يا اميره. ومنورنا كمان تامر الديب، مساء الخير. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. متجوز؟ اه متجوز، وعندي زياد وسلمى وحسن. ما شاء الله ما شاء الله. عندهم اعمار قد ايه؟ زياد 10 سنين. تمام. وسلمى 5، وحسن لسه جونيور كده 7 شهور. ما شاء الله، ربنا يحرسهم لك يا رب، نشوفهم احلى عرايس وعرسان في الدنيا، منورين لنا الدنيا. ودلوقتي جه معاد سؤال السرعه الثاني اللي قيمته هو كمان 1000 جنيه. وسؤال السرعه الثاني فيه مهن. مصطفى؟ طبيب اسنان. إجابة صحيحة، طبيب أسنان. وألف جنيه بتروح لرصيدك يا مصطفى. وبنوصل دلوقتي مع ثلاث متسابقين لأول جولات دايرة الحياة اللي متقسمة زي ما أنتم شايفين لـ 24 خانة، كل خانة بيكون عليها إما قيمة مادية أو كمين بشكل من الأشكال. كل الحروف هتكون متاحة قدام الثلاث متسابقين ما عدا ثلاث حروف، هما حروف الألف والواو والياء، لأن دول حروف المساعدة. قيمة كل حرف منهم 150 جنيه بتتخصم مرة واحدة بس من رصيد المتسابق اللي قرر أنه يشتري أي حرف منهم. المتسابق صاحب أعلى رصيد على مدار كل الجولات هو اللي إن شاء الله هيوصل معانا للجولة الأخيرة. وسؤال الجولة الأولى في معالم، والبداية عندك يا مصطفى، اتفضل. سبعمية حرف. ميم. اتنين ميم بألف وربعمية جنيه في رصيدك. ميتين حرف. نون. اتنين نون بربعمية جنيه موجودين في رصيدك دلوقتي. تحب تشتري حروف مساعدة، تحب تلف، تحب تحل. اشتري الألف. ثلاثة ألف موجودين في الجملة وبيتخصم منك يا درش 150 جنيه مرة واحدة بس، تحب تعمل إيه دلوقتي؟ ألف. اتفضل. لفة جامدة كده. 450 حرف. حرف السين. مش موجود. أميرة اتفضلي. ميتين يا أميرة حرف. تي. ثلاثة تيه ب 600 جنيه في رصيدك. تحب تعملي ايه؟ تشتري حروف مساعدة ولا تلفي ولا تحلي؟ لا هلف. اتفضلي.
300 حرف. حرف الف. واحد فاء موجودة ب 300 جنيه. تشتري تلف تحلي؟ لا هلف. اتفضلي. تمنمية. حرف اللام. اتنين لام ب 1600 جنيه. هشتري حرف. أي حرف؟ ليه. واحد يه. كده تكون خلصت حروف المساعدة. هجاوب. اتفضلي. تمثال الحرية منهاتن. تمثال الحرية منهاتن إجابة صحيحة. برافو عليك يا أميرة. أميرة رصيدك عن الجولة دي هو رصيدك العام لغاية دلوقتي 2350 جنيه، وهنرجع لك أنت ومصطفى وتامر مرة تانية أكيد إن شاء الله، بس هنتوقف مع هذا الفاصل الإعلاني السريع ونرجع لكم مرة تانية في دايرة الحياة. اتفضل. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لكم مع بدايه الجوله الثانيه من جولات دايره الحياه. زودنا على دايره الحياه دلوقتي خانه ال 2000 جنيه، بالتالي ال 2000 جنيه اصبحت هي القيمه الماديه الاعلى الموجوده معانا طوال هذه الجوله. وسؤال الجوله الثانيه فيه تاريخ، والصوت ده كمان معناه ان دي جايزه اليوم. اللي هيفوز منكم انتوا الثلاثه في الجوله دي هو اللي هيفوز معانا بجايزه اليوم اللي هقول لكم وقتها ايه هي. عموما البدايه عندك يا اميره، اتفضلي. ٣٠٠ حرف. حرف الميم. اتنين ميم ب 600 جنيه في رصيدك يا اميره. ربعمية. حرف النون. واحد نون بربعمية جنيه. تلفي؟ اه. اتفضلي. ميتين وخمسين. حرف اللام. تلاتة لام مضروبين في 250. في رصيد حلو هو مش عايزه تشتري. هشتري. ماشي. حرف ايه؟ حرف الالف. الالف. 6000 في شروه متميزه. 6000 في السؤال. وطبعا بيتخصم منك 150 جنيه مره واحده بس، وتعملي ايه دلوقتي؟ تلفي، تحلي، تشتري. دول الثلاث اختيارات. هشتري. تشتري حرف؟ يه. 3 يه موجودين في السؤال. تلفي ولا تحلي ولا تشتري؟ لا مش عارفه الحل. عايزه تلفي؟ اه. اتفضلي. اوعي تقولي كده، اوعي تقولي كده، اوعي تقولي كده. عليه العوض، عليه العوض يا اميره. راح الرصيد عن الجوله دي. أوه. فقط مش رصيدك العام، ما تقلقيش. يلا تامر دورك. ٧٠٠ حرف. عين. مش موجود. مصطفى. ٤٠٠ حرف ر. أربعة ر موجودين في السؤال. اشتري حروف مساعدة ولا تلف ولا تحل؟ اشتري حرف الواو. اتنين واو موجودين في السؤال. وبكده تكون حروف المساعدة خلصت. يا تلف يا تحل. ألف. اتفضل. ربعمية. حرف. ت. تلاتة ت في الجملة. تلف ولا تحل؟ ألف. اتفضل. ٣٠٠ حرف. تاء. أميرة اتفضلي.
450. حرف الب. واحد ب ب 450 جنيه رصيدك. ربعمية. حرف الطاء. واحد طاء. فكري تحلي؟ اللي تحت دي لازم تحسبين الموضوع، يا تلفي يا تحلي سريعا. هلف. اتفضلي. سبعمية. حرف؟ حرف السين. مش موجود. تامر. هتحل من غير ما تلف. اتفضل. الامبراطورية الرومانية الشرقية. الامبراطورية الرومانية الشرقية اجابة صحيحة. والف جنيه بتروح لرصيدك مباشرة، وطبعا بتفوز معانا كمان بجائزة اليوم اللي هي مبروك كسبت ليلتين لفردين بشرم الشيخ. قيمة الجائزة 4000 جنيه. دايرة الحياة ويل اوف فورشن. إن شاء الله تكون أجازة سعيدة هناك إن شاء الله يا تامر. تامر رصيدك عن الجولة دي 1000 جنيه، ورصيدك العام دلوقتي بعد ما أضفنا له الـ 4000 جنيه قيمة الجائزة بقى 5000 جنيه. هنرجع لتامر ومصطفى والأمير أكيد مرة ثانية بعد ما نتوقف مع فاصل إعلاني سريع وعودة في دايرة الحياة. اهلا بكم من جديد. وصلنا دلوقتي لثالث جولات دايره الحياه. خانه ال 2000 جنيه لسه موجوده معانا، ولكن زودنا المره دي على دايره الحياه خانه ال 10000 جنيه، ودي الخانه اللي ركزوا معايا كده هتلاقوا ان هي متقسمه لثلاث اجزاء. في النص في ال 10000 جنيه، وعلى الجنبين في نفس الخانه في راح الرصيد. المتسابق اللي هيقف عند ال 10000 جنيه اللي في النص تحديدا ويقول لنا حرف صح هيقدر ياخد المثلث من على دايره الحياه، ولو عرف يحل السؤال صح خلال الجوله بياخد ال 10000 جنيه بالكامل في رصيده. وسؤال الجولة الثالثة هيكون فيه مشاهير، والبداية هتكون عندك انت يا تامر. اتفضل. تلتمية. حرف ميم. بداية غير موفقة. مصطفى. خمسمية. عين. اتنين عين بألف جنيه بيروحوا لرصيدك. ميتين. حرف الحاء. أميرة اتفضلي. خمسمية يا أميرة. وأي حرف؟ ريه. اتنين ريه موجودين في الجملة بألف جنيه. تشتري حروف مساعدة ولا تحلي ولا تلفي؟ اشتري حرف الألف. اتنين ألف موجودين في السؤال. اتفضلي. يا فرقت شعره. 900. حرف حرف اللام. واحد لام ب 900 جنيه. حابه تشتري حروف مساعده؟ اه. اي حرف؟ حرف ال ي. مش موجود. تامر اتفضل. طبعا اتطلب منك 150 جنيه اميره كده كده. 2000 جنيه يا تامر. واي حرف؟ ب. واحد ب 2000 جنيه بيروحوا رصيدك. تشتري ولا تحل ولا تلف؟ لا الف. اتفضل. 400. دال. واحد دال ب 400 جنيه. اتنين وخمسين. حرف سين. واحد سين. عليك الجمل. انت
ممكن اجاوب؟ ما بدهاش بقى نجاوب ما بدهاش. اجابتك؟ عبد الوارث عصر. اجابه صحيحه عبد الوارث عصر. مظبوط فعلا. ورصيدك يا تامر في الجوله دي 2650 جنيه، ورصيدك العام لغايه دلوقتي 7650 جنيه. بسم الله ما شاء الله هو الرصيد الاعلى لغايه دلوقتي. هنشوف ايه اللي هيحصل في الجولات اللي جايه، بس هنتوقف مع فاصل اعلاني سريع وعوده في دايره الحياه. استنوا. اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لكم بالظبط مع بدايه سؤال السرعه الثالث اللي بالمناسبه المره دي هتكون قيمته 2000 جنيه، واللي هيورينا مين من الثلاث متسابقين هو اللي هيبتدي يلف معانا دايره الحياه مع بدايه الجوله الرابعه. وسؤال السرعه الثالث فيه. في المطبخ. تامر. شوك وسكاكين. اجابه صحيحه. شوك وسكاكين اجابه صحيحه، و 2000 جنيه بتروح لك مباشرة في رصيدك يا تامر. وصلنا دلوقتي لرابع جولات دايرة الحياة، وزودنا على الدايرة خانة الـ 2500 جنيه، وبالتالي أصبحت دي القيمة المادية الأعلى معانا طوال الجولة دي. وسؤال الجولة الرابعة فيه أماكن، والبداية عندك يا تامر اتفضل. إيه البداية دي؟ ايه البدايه دي؟ راح الرصيد، بس هو لسه صفر عموما في الجوله دي. رصيدك العام زي ما هو. مصطفى اتفضل. ميتين حرف ميم. اميره اتفضلي. سبعمية حرف اللام. 1400 جنيه بيروحوا لرصيدك، لأن في اثنين لام في الجملة. تشتري حروف مساعدة؟ لا خليك. بلاش حويطة، أنت حويطة يا أمير. خالص. ماشي. ميتين وخمسين. حرف النون. واحد نون بميتين وخمسين جنيه. تشتري حروف مساعدة؟ لا ألف. بارك. ماشي أنا وراك يا أمير. ماشي. لغاية ما تشتري بيه. 250 حرف. حرف السين. مش موجود حرف السين. تامر اتفضل. تظبط نفسك على راح الرصيد ولا بيخيل لي؟ بيخيل. راح الرصيد عن الجولة ورصيدك العام زي ما هو. ودورك يا مصطفى. 600 حرف الباء. واحد بيت 600 جنيه في رصيدك يا مصطفى. تشتري انت حروف مساعدة؟ معلش فلوس. ماشي أنا وراكوا برضه. 200 وعليه العوض. راح رصيد مصطفى عن الجولة دي، ولكن رصيد العام زي ما هو. ودورك يا أميرة. لا هشتري. ينفع؟ اشتري أي حرف. ألف. واحد ألف. تمام. تعملي إيه؟ ألف. اتفضلي. 1 الكاف. واحد كاف ب 200 جنيه. هتبي تعملي ايه؟ الف. اتفضلي. 900 حرف ره. 2 ره ب 1800 جنيه. تلفي ولا تشتري ولا تحلي؟ لا هلف. اتفضلي. 10 رد ليه؟ عشان ده اثبتك ورصيدك. راح الرصيد عن الجوله دي، ولكن رصيدك العام زي ما هو. اطمني وبنرجع لك مره ثانيه يا تامر اتفضل. راح رصيد بقى على طول. ان شاء الله. لا ان شاء الله. 3 انت فيك شيء لله يا اخي والله العظيم. سبحان الله. انت واثق انت ما كنتش بتتمرن قبل ما تيجي على راح الرصيد؟ ثلاث مرات. راح رصيد الجوله ورصيدك العام زي ما هو. دورك يا مصطفى اتفضل.
900. حرف؟ حرف السين. مش موجود. أميرة اتفضلي. أنا هجاوب. اتكلي على الله يا أميرة. يلا جاوب. كوبري قصر النيل. كوبري قصر النيل إجابة صحيحة. برافو عليك يا أميرة. طبعا 1000 جنيه بتروح على طول مباشرة في رصيدك لأن أنت جاوبتي من غير ما تلفي، ورصيدك العام 3350 جنيه، وللأسف ما هواش الرصيد الأعلى. ولا يا مصطفى رصيدك ال 2000 جنيه هو الرصيد الأعلى، الرصيد الأعلى 9650 جنيه عند تامر. وبالتالي بنشكرك يا أميرة، شكرا جزيلا وهارد لك، ونورتلنا الدنيا النهاردة. وبنشكرك يا مصطفى، ألف شكر، وسعدنا جدا لوجودك معانا. خليك معانا بقى انت تامر. نعم. بعد 3 مرات راح الرصيد، بس ربنا كرم في الاخر. هنرجع لك مره ثانيه، واكيد هنرجع لكل مشاهدينا في كل مكان بعد ما نتوقف مع فاصل اعلاني اخير، ثم عوده لدايره الحياه. اتفضل. اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان. انتهينا من اخر فواصلنا الاعلانيه، ورجعنا مره ثانيه لتامر اللي كان لفنا مرتين ولا ثلاثه، وقفت على راح 3 مرات راح الرصيد. اخر لفه بقى المره دي. لا مفيش راح الرصيد هنا، ده الجانب المشرق بقى اللي في الموضوع. دايره الحياه صغرت ولكن جوائزها كبرت اكتر بكتير. عندنا هنا اهو قدامنا في الدايره الصغيره 24 ظرف يا تامر، 23 ظرف منهم فيهم فلوس ممكن تضاف للفلوس اللي انت كسبتها لغايه دلوقتي، والظرف ال 24 في اللي هتشوفه معانا دلوقتي. I love you. I love you too. انت حظك يا عم تامر، يا تدور العربيه الشيفروليه الافيو الجميله اللي منورانا الاستوديو وتخرج من غير لوح ولا نمر ولا اي حاجه، يا اما تضيف فلوس اضافيه على اللي انت كسبته لغايه دلوقتي. لف لنا دايره الحياه اللفه الاخيره. ده الظرف اللي انت وقفت عليه يا تامر، هاخده منك بعد اذنك، هنفتحه انا وانت خلال لحظات، بس تيجي تنور لنا الدنيا قدام الشاشه. عشان جه دلوقتي يا عم تامر سؤال الجولة الأخيرة. وسؤال الجولة الأخيرة يا تامر فيه على الخريطة. تامر عندنا 4 حروف ثابتين، هنشوف منهم دلوقتي إيه اللي موجود في السؤال. هم حروف الميم واللام والسين والباء. تعال نشوف. مطلوب منك دلوقتي يا تامر تقول لنا 3 حروف تانيين عاديين زائد حرف من حروف المساعدة. أوكي. نون. ري. وإيه كمان؟ وهيه وألف. هيه وألف. تعال نشوف إيه من الحروف الأربعة اللي أنت اخترتهم موجودين في السؤال. عشر ثواني يا تامر عشان أسمع منك الإجابة الصحيحة. ابتدي. للأسف وقتك انتهى يا تامر، والإجابة الصحيحة هي نهر الفولجا. كان نفسي قوي أضيف لك ال 25000 جنيه على رصيدك، بس رصيدك ما شاء الله 9650 جنيه. مبروكين عليك يا تامر. وعايز أوري لك قبل ما نختم حلقتنا اللوجو الخاص بالشيفروليه الأفيو كان موجود فين. نوعا ما قريب منك تامر. نورت لنا الدنيا. شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. الف مبروك عليك الفوز الجميل. وبنشكر كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لحلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم على خير في حلقه جديده من دايره الحياه.